اهلا بكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. اليوم فيديو جديد وفكره جديده في هذا رمضان المبارك. غادي نقترح اليوم ان ياغورت فيجيتال، يعني زبادي نباتي. كيف ما كتشوفوا الاساس ديالو هو اللوز ولاكاجو ولي فيرمون لاكتيك. لي فيرمون لاكتيك هما اللي غادي يخمروا لينا هذوك اللوز ولا كاجو. نورمالمون كيف ما قلت لكم كنت صورت واحد لا فيديو، درت زبادي نباتي بالحليب النباتي، ولكن تمسح ليا مسحته سهوا مني، مسحته هو ودوطخ فيديو اللي كنت مصوراهم. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا درت تقريبا جوج كيسان ديال اللوز وديال لاكاجو، 30 درهم كان فيهم بجوج. ودرت هنايا لي فيرمون لاكتيك كيف ما كتشوفوا هاد البواطه هادي ديال هاد ديات اروما، كاينه في لي بارا فارماسي، انا شريتها من بارا فارماسي 150 درهم. نورمالمون هادي هي بكتيريا نافعه، كتقدروا تشربوها، هما دي جيلول تقدروا تشربوهم. و او ميم طون انا استغليتها باش انني ندير بها الياغورت فيجيتال و ندير بها حتى حوايج اخرين. دونك هاد لي فيرمون لاكتيك بحال دابا برا كيتباعوا في دي ساشي كبار سبيسيالمون بوغ باش ديروا الزبادي، سواء زبادي بالحليب او لا زبادي بالحليب النباتي، يعني لي دو مزيانين. بحال دابا كاين اللي كيكون عندهم الحليب ديال المعزه كياخذوا هذاك الفيرمون لاكتيك ديدي بور زبادي بور دانون ياغورت في ميزون، وكيشريوه. دونك كيشريوه وتيديروه. دونك كيف ما قلت لكم هادي تقريبا خاصها تكون هاد البواطه هذا او هاد البكتيريا النافعه خاصها تكون فايته 5 مليار ديال البكتيريا النافعه، ما خاصهاش تكون قل باش يلا هو اللي كيخمر لينا. دونك شنو درت انايا هنايا، شديت لاكاجو وشديت اللوز ونقعته تقريبا 8 ديال السوايع، درت وتكبيت عليه الماء سخون باش يلا هذيك القشره ديال اللوز تحيد ليا. الا ما تحيدتش لكم القشره ديال اللوز سلقوه شي شويه وحيدوه، زولوا هذيك القشره، الخشره ما خصهاش تبقى. دونك كيف ما قلت لكم خاصها تبقى تنقعوهم في الليل تقريبا واحد 7 السوايع حتى 8 ديال السوايع. دابا الغد لي من يلا سميتو حيدتو من هذاك الماء وحيدت منهم هذاك القشور ديال اللوز، ودابا غادي نطحنهم تقريبا في جهد كاس ونص ديال الماء في الميكسور. هاد البكتيريا النافعه كيف ما قلت في الفيديو ديالي الاخر عاد منين درت البغرير بالخميره بلديه، هاد البكتيريا النافعه مهمه بزاف للذات، مهمه للجهاز الهضمي، خاصه ملي كيكون واحد الخلل ديال التوازن، ملي تيكون عندنا واحد الامساك، واحد القبض كيكون مفرط، اولا تيكون عندنا اسهال، يعني تيكون واحد اوتوماتيكمون تيكون واحد الخلل في التوازن ديال البكتيريا النافعه مع الضاره، يعني الضاره كتكون غالبه، وبالتالي داكشي علاش خصنا البكتيريا النافعه، هاد لي فيرمون لاكتيك اولا لي بروبيوتيك باش يلا ما كيبقاش عندنا هاد المشكل. دونك هنايا زدت شويه ديال الحامض، واحد العصير ديال الحامض غير شي شويه، كيلكو غوت وصافي، تقدروا ما ديروش شغلكم هذاك، يعني على حسب الذوق ديال كل واحد، كاين اللي كيبغي يجيه محمض وكاين اللي لا. وغادي نطحن، خاصني نطحن مزيان، نبقى نطحن حتى سميتو حتى كيتولي لنا بحال اون كريم تري ليس، ما يبقاش داكشي مكركب. هانتوما كتشوفوا هاد الكاميرا ديما مضاربه معاها، ديما محناني. دونك فوالا نتوما كتشوفوا، طحنوا مزيان، طحنوا بشويه وحبسوا حتى تحصلوا على واحد لاكريم ليس. بالمناسبه هاد لاكريم هادي كانت مزيانه حتى في لي كيك، ولا ديروا شي ان غاتو يكون هكا، يكون مديور بحوايج مزيانين زوينين، يعني ما صحي حوايج صحيين، دي تروك سا، هادشي اللي بغيت نقول. كاين واحد تشيز كيك كيدار بهاد لا كريم هادي، راه معروف كيدار، كاين بزاف ديال لي غوسيت في اليوتيوب اللي داروه، ان شاء الله غادي نديرو، كتجي فريمون كتجي رائع، كتجي بحال ان تشيز كيك. دونك هنايا زدت دوك لي فيرمون لاكتيك، درت دو جيلول اللي درتهم، وغادي نطحن مزيان مزيان.
دونك كيف ما قلت لكم هاد لي بروبيوتيك، يعني الانسان اللي كان عنده اسهال ولا كان عنده القبض خاصو يتناولهم. او لا بحال دابا اللي خديتو لي زونتيبيوتيك بزاف، يعني كانت واحد بحال المرضى مورا مرضى وكان خاصكم تاخدو لي زونتيبيوتيك، عاوتاني هاد لي بروبيوتيك مزيانين بزاف الجهاز المناعي، تيقويو جهاز المناعه وكيحميو من الامراض المناعيه. parmi le rôle ديالهم اللي مهم هو انهم كيطلعوا المناعه وكيحميو من الالتهابات، وخاصه الالتهابات ديال الامراض المناعيه وحتى الالتهابات ديال المهبل، الالتهابات الجلديه، مهم شتى انواع الالتهابات. دونك فوالا ملي يلا طحنت مزيان ها هي كتبان كريم ليس. هاد لي بروبيوتيك فين تقدروا تلقاوهم الا ما كنتوش بغيتوا ديروا هذا؟ ديروا المخللات، وكاين حتى هذاك بحال دابا برا عندهم هذاك المخلل ديال اولا عندهم الحليب ديال الكيفير، كيفير اولا كيديروا حتى منه دانون اولا ياغورت زبادي ديال الكيفير، كياكلوا كيتاكلوه بزاف برا، وكاين في الهند وجد جد جد مهم ومزيان بزاف للصحه. هنا في المغرب مازال ما كاينش. المهم حنا عندنا هادشي، عندنا الخير والخمير، على المخللات الا درناهم راه كنفعوا ريوسنا. دونك ابري دابا غطيتو بالفيل اليمونتير، ما عندكمش فيل اليمونتير ما ديروش، ديروا غزيف. المهم داكشي اللي عندكم قضيو به. المهم انسان كيبدا يحسن من راسو، يحسن من التغذيه ديالو دقه دقه بشويه بشويه، ما حتى الكمال لله. المهم حنا كنحاولوا اننا نحافظوا على ريوسنا وصافي. ودرت واحد الزويف وغادي نخليه تقريبا 24 ساعه حتى 48 ساعه، قد ما قال الحال سخون قد ما مزيان. هذيك الساعه اليامات اللي كانت سخونه دونك خليته 24 ساعه، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي يجي. انتم كتشوفوا انا كنغطي فيه، الغد ليه اللي فاتت تقريبا 24 ساعه زولت هذاك لو فيلم اليمونتير باش نشوف فين نوصل، ولقيتو تبارك الله طلع خمر بحال دايرين لي الخميره البلديه، خمر مزيان بفعل هذوك لي فيرمون لاكتيك. وهانتوما كتشوفوا كيفاش داير ديك الفوقاني ديالو كيفاش داير، فوالا مخمر مزيان، راه باين بين من هذوك لي بتي ترو كيف ما كتشوفوا. و ابري قدرته في كويسه، درت معاه فواكه، كيجي محمض، كيجي بحال الريب البلدي تماما، يعني نفس المذاق. دونك بحال دابا اللي عنده اللي كتبغي دانون ولا هذا، واللي عندها بغض النظر على المشاكل ديال هاد دانون وهاد شنو كيديروا فيه وهذا لي برودوي ليتي وهذا، اللي عندها بحال دابا مثلا عندها حساسيه من اللاكتوز وعندها حساسيه من الحليب وهذا، تقدر دير هذا في المتناول. يعني ما فيش تماره، ما فيش غران شوز، وفريمون كيشبع وكيجي زوين. هاد لا روسيت خديتها من واحد لو بلوغ ديال واحد ناتوروبات فرونسيز، لا لين دو سيلفي، خديتها هادي تقريبا عامين من لو بلوغ ديالها سو فيسبوك، وبقيت دائما كنطبقها ودائما كنستعملها. ها نتوما كدرتها هنايا في واحد الكويسات وخليتهم باش ناخذهم في السحور. دونك كيف ما دائما اي حاجه ما فهمتوهاش ولا بغيتو تسولوني شي سؤال خليو ليا في التعاليق، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، والسلام عليكم.